السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، أتمناكم تكونوا بخير، أتمنى الجميع بخير، ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية. أتمنى الناس تعمل شير، دعواتكم لنا بالشفاء العاجل يا إخواننا، من دعواتكم بس، نسأل الله إنه يشفي كل مريض إن شاء الله رب العالمين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل الإخوة والأخوات، الخميس 4 يوليو 2024، في البدء الرحمة والمغفرة على أرواح الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفك أسر المختطفين. الإخوة والأخوات، السادة المتابعين في كل مكان، أحييكم تحية الإسلام الخالدة لا وهي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعكم، ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية وربنا يحفظكم. حقيقة الواحد بعتذر عن الفترة تحت الغياب، اليومين ما طلعنا نسبة لظروف خارج عن الإرادة، وهي ظروف مرضية حالت بيننا وبينكم، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى إنه ما في حاجة بتخلينا نبعد منكم بإذن الله، إلا الواحد ميت أو مريض، أو دي الحاجات اللي ما بيقدر الإنسان يتحكم فيها. الناس تعمل شير عشان نتكلم سريع كده، نمر طوالي مباشرة عشان نوري الناس تفاصيل الشيء الحاصل. أتمنى إن الصوت يكون واضح، نتمنى إن الصوت يكون واضح بالنسبة للناس، فالناس تساعدنا بالشير واللايك، شير ولايك كتير، على أساس إنه الرسالة والمعلومة تصل عبركم، وفي كلام كتير لقط كتير حاصل وتفاصيل إحنا محتاجين نقولها للناس، ومحتاجين نوري الناس الحاجة الحاصلة. طيب، التحية ليكم، عبركم أحيي قواتنا المسلحة والقوات المشتركة وجهاز الأمن والمستنفرين والمقاومة الشعبية في كل مكان. نسأل الله إنه يتقبل كل شهدائنا، نسأل الله إنه يشفي الجرحى من المواطنين والعسكريين. الشعب السوداني في الداخل وفي الخارج، التحية لكم. بداية الموقف العملياتي، خلونا نثبت حاجة معينة. طيلة الأيام المضت الناس بتتكلم على المعارك الدارت على مستوى منطقة الميرم. الميرم بتهاجمت بمجموعة كبيرة جدا جدا من المرتزقة، وعلى رأسهم حسين برشم والعميدة أبو الرويس والعقيدة عقيد خلا الدكتور الشاعر ومجموعة كبيرة جدا جدا من المرتزقة، قامت بعملية بتاعت هجوم على منطقة أو مدينة الميرم اللي هي المنطقة الحدودية ما بيننا والجنوب. الحصل كالآتي، اتجمعت المجموعة دي أخواننا بعلم، اتجمعت المجموعة دي من المجلد ومن الفولة ومن عموما من غرب كردفان بقيادة حسين برشم، حسين المجغوم، الزول ده الجغم طبعا يا أخواننا، دي أنا معلومة بقولها لكم. اتجمعت المجموعة دي كبيرة جدا جدا ومشت هاجمت المنطقة بتاعت الميرة، لكن الحمد لله رب العالمين، ديل يا أخواننا الفونجي ديل ما بيلعبوا، حقيقة ما بيلعبوا الناس ديل. الهجوم ده اخواننا حاط المنطقه بتاعت الميرم من اتجاهات كثيره، ولم فهم يا اخواننا، اول حاجه انتهوا منهم. الحته المهمه في الهجوم على الميرم، كل الناس بتعرف تماما انه منطقه الميرم يا اخواننا منطقه حدوديه، ومنطقه اخواننا ذات طابع استراتيجي والمواقع بتاعت البترول والتفاصيل دي، وهي الخطه كانت واضحه تماما. عشان كده الناس دي المركزين من بدري جدا جدا على المنطقة بتاعت الميرم دي، على أساس إنه يدخلوها ويكون لهم عملية بتاعت انتصار بالنسبة لهم بعد دخوله لمنطقة الفولة اللي هي أساسا ما كان فيها جيش، اللواء بتاع الفولة اللي ما عنده جيش. فتجمعت المجموعة دي أخواننا ومشت هاجمت. لما هاجمت حقيقة كانت في معركة كبيرة جدا جدا في الصباح في الميرم، معركة كبيرة جدا جدا. الجنجويد دي لما جو خاشين في البداية افتكروا إنه الموقف الخارجي بالنسبه لمنطقه الميرم، يعني افتكروا انه قادرين تماما يدخلوا يسيطروا على ويحتلوا الحامي، لكن والله اللواء بتاع قياده الحامي على مستوى الميرم، والله نحن بنحييهم ونقول لهم اديتهم درس كبير جدا جدا. الناس دي اخواننا دقوهم دق بشهاده اهلنا على مستوى المجلد، والله الناس دي جغمون جغم وقتلوا قيادتهم حسين برشم ذاته الجغم. المعلومة دي أنا كمان أنا بوضحها للناس، إنه الضرب مش يعني حسين برشم نفسه الضرب، حسين برشم الضرب، وقيل يكون الجغم وما نكره ممكن ما يموت، لكن الكلام ده مزود بأدلة إنه الآن في مستشفى من أمس لحد الليلة
في المستشفى بتاع المجلد بقول لك مئات الجرحى، مئات الجرحى، ووصلوا في جزء كبير جدا جدا وصلوا للمجلد منتهين ميتين. وفي واحدين يا اخواننا الليله انجغموا الليله، فارقوا الدنيا دي الليله. ده على مستوى الابواق اطلعت اتكلمت على انه سقوط الميرم، لان يا اخواننا الهجوم بتاع الميرم ده الناس دي حتى لما يتجمعوا له طلعت معلوماتهم، معلوماتهم يا اخواننا ما كانت الا عند الاستخبارات. معناته الناس اطلعوا الكلام ذاته بدي الجنجبيد، قالوا انه الابواق بتاعت القحاحيط وغيرهم اللي اتكلموا عن انه الميرم سقطت وما سقطت، الميرم ما سقطت، لكن نحن كل يوم بنكتشف الابواق الجديده الداعمه لميليشيات الجنجبيد اللي بتكتب وبتدافع لهم. فانا اطمئن الناس الان انه الميرم مش اتصدت للهجوم، مش اتصدت الميرم يا اخواننا بعد ما جغمت المجموعه كلها وطلعتهم وسكتهم برا المدينه ذاته وفززتهم من المدينه يا اخواننا، جو راجعين لحد المنطقه بتاعه المجلد. ده بالنسبه للحاصل، حاصل في الميرم عموما. الناس اللي ما بتعرف الميرم، الميرم عموما الان امنه مطمئنه، ما في اي حاجه، بل بالعكس انه الجسامين والجثث بتاعت الميليشيا مجدده على مستوى الشوارع بكميات. ده الجيش جوجو اخضر ما عندهم اي لف ودوران، شغلهم اتجاه واضح، ما عندهم اثنين ثلاثه، بيدقوا دقه صح. ده بقى حصل في النيجا في الميرم. الحاجة الثانية الموقف في بابانوس، بابانوس يا اخواننا طلعوا العالمية على مستوى المنطقة الحامية دي، الحامية دي يا اخواننا بتقع على المستوى الناحية الغربية من بابانوس، عشان انا افهم الناس الجزئية دي لانه الناس تعرف انه بابانوس وبيتكلموا لون عن بابانوس والتفاصيل دي. الحمد لله رب العالمين. بابانوس الحامية بتقع في الناحية الغربية يا اخواننا، غرب شوية من المنطقة، ركز معي، غرب من المنطقة. أمس وأول أمس والليلة اليوم ده الجيش اللي في بابانوس يا اخواننا في عملية بتاعت خروج مستديم، ما ثابت جوا بابانوس، القوات المسلحة الموجودة هناك ما ثابتة جوا، بتخرج يا اخواننا، بتخرج بتمشط الأحياء. يعني مما كانت إن هي في محيط الحامية فقط مؤمنة حامية، الآن بقت بتمشط الأحياء. الليلة ما مشطت الأحياء فقط، الليلة أمنت المدينة كلها بتاعت بابانوسا، ركز معي، لأنه بابانوسا على مستوى بعض الأحياء كانوا الميليشيا بتاعت الجنجويد موجودة. الليلة ما في جنجويز في بابانوسا، ما في على الإطلاق. أنت فاهم ليه؟ لأنه إخواننا ده التكتيك بتاع القوات الموجودة هناك الحامية، والتحية لدرموت، تحية كبيرة جدا جدا لدرموت واللواء وقائد الفرقة ككل، والله تحية لكم. والله الصمود الصمدته بابانوسا دي، والله يا إخواننا أنا يعني في تواصل مع بعض الشباب ربنا يديهم الصحة والعافية، والله الواحد لما تكفل منه وحياة الله بتكون مبسوط، والله يعني من البسالة والصمود بتاعهم انت بتكفل منه بيحكي لك اي شيء، والله بتكفل منه والله بتكون مبسوط جواك كده، عملية بتاعت شجاعة وقوة كده لما تتكلم مع زول جوا من الحامية بتاعت باب موسى. والله يا اخوان والله شفته سبحان الله، يعني عادي عندنا اخواننا كتار جدا جدا على مستوى ميادين القتال المختلفة، لكن الملحمة الحقيقية والسطرته بابانوسا في مسألة الصمود والبسالة في فترة كانوا بالأقلية البسيطة دي، والله يا اخواننا بيديك دافع معنوي كبير جدا جدا انه انت مهما كان حصل معاك اتذكر انه بابانوسا دي قاعدة في قلب غرب كردفان محيط بها كل، انت قادر تستوعب انه بابانوسا دي في قلب غرب كردفان، في قلب غرب كردفان محيط بها كل المناطق اللي بتتواجد فوق ميليشيات الجنجويد كده، المجلد كده، النهود، النهود دي خليها كده، المجلد بيجاي بتمشي الفولة، بيجاي بتجي الدبيبة، بتجي الدبيبات، بتجي وين، بتجي كل المناطق المحيطة بها بابانوسا. انا اكد ليه يعني كلها ميليشيا بتاع الجنجويد او متعاونين مع ميليشيات الجنجويد. فوالله بتحس لما نتكلم مع الشباب دين، والله يا اخواننا بقفل منه، والله انا مهما اكون انا والله معنوياتي والله العظيم بجيبها من الشباب الموجودين في بابانوسا ديل، والله بترتفع معنوياتي لما نتكلم مع ضابط ولا نتكلم مع جندي ولا نتكلم مع اي زول قاعد في بابانوسا، والله مهما كنت محبط للنهايه ترتفع المعنويات عنان السماء لما نتكلم لي مع زول جوا بابانوسا. فوالله يعني احنا ما قادرين الا نقول لكم جزاكم الله عنا ألف خير، وعن الشعب السوداني ألف خير، وعن القوات المسلحة ألف خير، وعن كل أبناء الشعب السوداني الخلص ألف خير، أهلنا في بابانوسا الصمود. والحقيقة أنا داري أكدها تماما إنه أصبحت منطقة بابانوسا خالية من التواجد الميليشي، وهذا بكلام
الجنود والضباط وضباط الصف الموجودين، وبدأ جزء من الناس يعود لأحياء على مستوى بابا نوسة بعد الرجال ما قاموا بعملية بتاع التمشيط وتأميل للمنطقة ككل. ده بما يخص بابا نوسة، حي الله الرجال هناك، حياهم الله. طيب أنا بوجه رسالة عبركم من هنا، الناس تعمل شير ولايك للقوات المسلحة. مستشفى المجلد دي محتاج لعملية بتاع معالجة، وأنا ما بقول إن الطيران يضرب، ركزوا معي كويس، لأنه المستشفى ذاته فوق المواطنين بعيدا عن الحاجة دي. ما بقول الطيران يضرب، لكن المجلد كله هي عبارة عن زي ما بقولوا 2000 بيت، عبارة عن 2000 بيت، فقادرة تماما إن قوة بتأمين الجهاز الأمن الموجود على مستوى منطقة الأبيض وعلى مستوى منطقة النهود بعملية نوعية إنه يخترقوا المدينة دي ويخشوا ويبلوا الجماعة الموجودين دي تماما ويحيدوا المنطقة دي تماما، لأنه ما عندهم أي قدرة على إنه يبقلون أي منطقة تانية لمعالجتهم. الخطر الحقيقي الآن التجمعات اللي بتجي من غرب كردفان دي على الأبيض، والحمد لله رب العالمين الأبيض آمن ومطمئنة ومطمئني أهلها. كانت في عمليات تدوين، شوفوا الأبيض كانت في عمليات بتاع التدوين اللي هو من المنطقة الغربية اتجاه الطقت، ولا من المنطقة بتاعة اتجاه الزلط بتاع بارة، ومن المنطقة بتاعة الزلط الرهد. الآن المسألة بتاع الزلط الرهد دي مؤمنة لحد جبل كردفان، لكن الأبيض بتواجه الاتجاه بتاع بارة والاتجاه الجاي من اتجاه اللضية فوق والاتجاه بتاع طقت. ديل المحورين ديل اللي بتحصل منهم بقت عمليات التدوين. المحور الجنوبي يا اخواننا مؤمن تماما، وأمنته الاحتياط المركزي من بدري، وتكلمنا عن مسألة الاحتياط المركزي انه الأبيض الضربات اللي قاعد تحصل، التدوين المدفعي اللي قاعد يحصل لناس الأبيض عادة في الفترات الأخيرة دي أصبح من انه من الاتجاه طقت ومن الاتجاه بتاع بارة، لأنه منو مننا ما بيعرف انه في داخل بارة في جنجويد؟ كل الناس عارفة الحاجة دي، ما الكلام ده طبعا معروف. فالأبيض حاليا بتطلع القوات المسلحة أمنت الهجانة، أمنوا ما فرض عليهم، أمنوا لحد جبل كردفان. فنحن بنقول لكم إنه أطلعوا أمنوا لحد بارة وأطلعوا كده لحد قدام طقت، أمنوا المحور ده. ده بأمن لكم إنتوا ذاتكم عملية بتاعت إمداد، لأنه الآن مواطن الأبيض ده ما في امداد، حتى لا امداد غذائي ولا في اي حاجه، الناس دي قاطعه منهم المويه فتره والتفاصيل دي كلها. فالان انتوا كقياده فرقه وحكومه الولايه انا بوجه لكم رساله، لانه الايام الجايه دي ممكن الانسان ده يجوع، ركزوا معي كويس، لانه الليله الابيض بتاكل من المحصول الاستراتيجي المخزن على مستوى المدينه، فانتوا الان ما زلتوا بتاكلوا من المخزون الاستراتيجي داخل المدينه ده، فالمخزون ده حيستمر لمتين؟ ايام بسيطه وبيتقطع. فانت محتاج الان كقياده حاميه انك تفتح لك طريق فرقه معينه لعمليه بتاعت امداد يصلك، والكلام ده ما بيجيك في مكانك، لازم انت تتحرك وتبادر بالحاجه دي. ما هو انت الان حامل انسان الابيض، نحن معاك، لكن انسان الابيض ده بجوع عديل، لانه الليله الدقيق شوال الدقيق عامل قريب شيل فلاني 90 80، زيد، في حاجات حتكون معدومه في الايام الجايه دي. فانا كلامي ده بقوله للحامي وللحكومه بتاعت الولايه انه تستعجل في عمليه فتح طريق معين لمساله الامداد دي، مهمه جدا جدا، او عندكم قدره انكم تجيبوا شغل المصانع ده عشان يكون الانتاج محلي. لازم يكون في حاجه زي دي، لانه انت حتفقد عوامل كثيره جدا جدا، مصانع زيت ما عندك، تفاصيل كلام كثير حيكون ما في. فانا اطمئن الناس من حيث التامين الامان، الامان من الله سبحانه وتعالى، لكن اطمئن الشعب السوداني واطمئن ناس الابيض في الخارج السودان من حيث مبدا امان الجيش. الابيض مؤمنه بجيش، لكن احنا بنتكلم في حاجات ده. لكن من حيث امان الجيش الحمد لله رب العالمين. ده بما يخص الابيض، نمشي قدام، نمشي النيل الابيض. انا اللي لا عايز اوضح للناس الجزئيات دي، لانه طولنا عندنا يومين دارين نوري الناس من غير اي لا حول ولا قوة إلا بالله.
حول ولا قوة إلا بالله. أخواننا اعذرونا بس الناس تعمل شير نشرب موين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يديكم العافية إن شاء الله. شرق حار شديد. طيب نتكلم في موضوع نواصل في نفس الجزئية بتاعت إنه نجي نحن بنقول للناس الكلام اللي ما قاعد عموما الناس تتداول. لا ننتقل لمنطقة النيل الأبيض ونشوف إنه الحاصل شنو على مستوى ولاية النيل الأبيض، الداير شنو في ولاية النيل الأبيض. طيب إخواننا أنا بتكلم بمعرفة، ما قاعد أتكلم ساي، بتكلم بمعرفة، بمعرفة المناطق ذاتها سواء كان على مستوى ولاية النيل الأبيض. النيل الأبيض يا إخواننا بتحدها المنطقة بتاعت ولاية شمال كردفان من الناحية الغربية، وبتحدها كذلك الجزيرة وإنتو زي ما الناس عارفين وولاية سنار، وعلى الناحية الشرقية اللي هي ولاية الخرطوم. طيب اخواننا اكثر المحاور يا اخواننا، المحور بتاع ولاية شمال كردفان ده من محورين، محور اتجاه تندلتي وده اتجاه مروابة، وده مؤمن. اسمع كلامي ده كويس، وده مؤمن، مؤمن تأمين تام. عندك المحور نفسه ده بتاع تندلتي ده اللي هو حق كوستي وبعض المناطق غرى كوستي ومحليات كوستي والتفاصيل دي كلها. المحور ده باعتباره انه المحور شنو؟ المحور الغربي اي قرب النيل، اللي هو بوديك لحد اتجاهات شبشه والمناطق دي وكل الاتجاهات دي كده بوديك لحد الدويم بالغرب. المحور ده مؤمن في جزئيه مهمه شديده اللي هي الجزئيه بتاع التندلتي. لكن لما تجي خاشي من 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 الدويم وانت ماشي غرب، من العلق الشيخ الصديق وانت ماشي غرب، لحد ما تخش في الحدود ما بين المنطقه دي ولا شمال كردفان، وهي المساحه دي تحديدا بتجيك فوقها مناطق الشقيق والهلبه والمناطق دي، مناطق النيل الابيض اللي هي اخر نقطه في النيل الابيض الحمره. عشان كده قلت لك بتكلم، يعني الكلام ده بيفهموه ناسنا، ناس النيل الابيض بيعرفوا ان انا قاصد شنو، وداير اوريهم حجم الخطر بيكون من وين، عشان الناس لازم تعرف الحاجه دي، لازم تعرفها. طيب اخر جزئيه في النيل الابيض من المحور بتاع الدويم بتجي معاك كده اللي هي اتجاهات منطقه اسمها الحمره. في هي المنطقه دي بيقولوا منطقه نزاع، عندنا في ناس بيقول لك تابع لشمال كردفان، وفي ناس بيقول لك تابع لولايه النيل الابيض. طيب الحمره دي اخر نقطه، المناطق كده ما فوق اشكاليه. لكن من الحمر وجاي لحد جوز اسمه جوزة حماري، المناطق دي اخواننا فيها عمليات بتاعت نهب كبيره جدا جدا قاعد تقوم بها ميليشيات الجنجويط للعربات اللي بتجي بتغذي غرى النيل الابيض بالغرب وغرى ومحليات النيل الابيض وحتى ولايه شمال كردفان نفسها اللي بتغذيها الاتجاهات دي. ففي تجمع كبير جدا جدا للجنجويط دي، البقاده شغالين عمليه بتاعت نهب كبيره جدا جدا في المناطق دي، و الخطر حقيقة على النيل الأبيض ما من ناحية الشرق، ما من شرق، من شرق البحر أو شرق النيل الأبيض. الخطر الحقيقي للنيل الأبيض بيكون دائما من اتجاهات الغرب اللي هي من المناطق العلقة، ومن الزلط بتاع الصادرات ذاته. الزلط بتاع الصادرات ده الآن يا إخواننا الناس ما بتجي باب من هناك لحد ما تخش باب وين؟ باتجاه النيل الأبيض. فيبقى أنا بوجه رسالة لكل سكان بقالة، هن الجموعية وهن ال 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 في جزئية من الدار حامد هناك، وفي اللهم صل على الحبيب الموجودين هناك، قبائل كثيره جدا جدا. فانا بوجه لهم الرساله دي انه هناك طالما انه المنطقه ما فيها جيش، المناطق دي شغل الادارات الاهليه ده لتامين حقوقكم واموالكم، انا بوصيكم بالحاجه دي
عليكم بانكم تشيلوا سلاحكم وتامنوا نفسكم وعرباتكم والتفاصيل كلها، لانه الميليشيا خلاص لما يطير بها الحال بتيجي نفس المناطق دي بتتغذى من عندكم انتم، وانتم بتكونوا متضررين. فلذلك انا بوجه رسالتي لكل الناس الموجودين بقالي، امنوا نفسكم صح، وانتم عارفين وانا عارف واثق تماما انه اكثر المواقع دي بتجيها سلاح المواقع دي. ده بما يخص المنطقه دي. نخش شويه لولايه الخرطوم وما يدور في ولايه الخرطوم، ويا ريت الناس تعمل شير شير ولايك عشان نتكلم. صحيح كيك والبيشي باعوا، ها انا عارف الكلام ده على شويه، الناس تعمل شير 3000 ديل، اعملوا شير ولايك عشان تسمعوا الكلام. طيب يا اخوانا، يا اخوانا انا ما من الناس اللي بحاول انه مثلا شنو يعني يديك كلام ساي ما مدعوم بحقائق، دائما انا بديك كلام مدعوم بحقيقه. الموقف العمليات على مستوى ولايه الخرطوم الحاصل شنو في ام درمان؟ ام درمان الشغل فوقه كويس، ام درمان الشغل فوقه ما كويس، فل ما كويس، لانه كويس دي ما بتكفي لام درمان. الشغل الموقف العمليات على مستوى ام درمان الف عديل، الف شغل نار عديل حمراء، انه معناته ده الشغل بيحرر ام درمان حقيقي. ام درمان فضل فيها شغل، ما فضلت فيها حاجه. ام درمان فيها شغل، فيها شغل، جيش شغال فوقه شغال فيها، جهاز الامن شغال فوقه شغال فيها. ام بدها دي نار نار، عمارة القناصين الليلة الشباب دي دقوا فوقها كده ككك استلموها، دي أكثر مواقع. الدوحة كانت مجنن الناس الليلة، الدوحة تحت قوات المسلحة، جامعة الأحفاد، جامعة الأهلية اللي ما الليلة، جامعة الأهلية حمد النيل كلها، ما المهندسين برضو دي ما أصلا مهندسين دي انتهت كده. أم بدات الراشدين الليلة الجيش فوقها تمشي كده الراشدين وأنت طالع، ليه ودى البشير؟ ليه ودى البشير؟ بيجوا جيش فوق، جيش عديل في شغل، في شغل. الشباب ديل ما قاعدين يجيبون او ناس غسان وقير من الشباب ديل، ناس جناب محمد وكل الشباب ديل وحامد، الشباب ديل شغالين يا اخوان حقيقه، شغالين على مستوى درمان، ما قاعدين يقصروا على الاطلاق. شغلهم والله شغل ثقيل، درمان فوق شغل درمان، الناس مستعجل عديل على اساس انها تحرر، لانه دايرين نظيفه كده عديل كده، انه الناس البره ديل يخشوا درمان. نحن والله انا الكلام ده بقوله لكم ما في دسدسه، والله ام درمان دي يا اخواننا الناس مستعجله انها تتحرر. السبب الرئيسي في عمليه تحرر ام درمان والله من اللي قاعدين نسمعه على مستوى الاعلام المصري والسودانيين والحاجات اللي قاعد تحصل هناك على مستوى الجاره الشماليه مصر، والله دي واحده من الاسباب. اقول لكم بالواضح الناس تخطها هنا، ضغطنا ضغط ثقيل جدا جدا على الجيش ده انه يحرر بس ام درمان دي باي طريقه، باي طريقه، باي طريقه تتحرر ام درمان. الان ما مقصر القوات المسلحه شغاله شغل مستعجلين عديد، استعجال عديد لان حرر ام درمان. انت عارف ليه؟ لانه والله عندنا مبادرات وعندنا شغل كثير جدا جدا يا اخواننا، انه دايرين اخواننا القاعدين والناس القاعدين في مصر زي، شكرا للمصريين على استضافتهم وتفاصيل زي ده، لانه في حاجات بقت تحصل دايرين والله الناس القاعدين دي بس يجوا راجعين، دايرين الناس ده تجي ام درمان دي بتشيلهم بتشيلهم، شفتوا القاعدين كلهم لو جو ام درمان دي بتشيلهم. درمان الليلة بتنقرح كده لحد التقاطع بتاع الصيريك، لحد التقاطع الصيريك ده اخواننا الجيش شغال. انا عارف تماما سوق ليبيا ده الجيش وصلوا كم مرة، وطلعنا قلنا كم مرة الجيش وصل سوق ليبيا، كثير بيوصل وبيرجع، لكن المرة دي ما في رجوع. المرة دي وصل يوصل سوق ليبيا ويمشي دار السلام، دار السلام يمشي للحلة الجديدة، الحلة الجديدة طلعهم كده لحد برا. معناته شنو؟ معناته الجيش ثاني حيكون وين؟ الجيش ثاني حيكون على مستوى اطراف درمان ويقفل المسألة بتاعت حدوده. الجنجويد ده لانه اخواننا ان احنا نتقدم شويه لشغل بحري، الجنجويد ده يا اخواننا من شده مضغوطين لدرجه انه انا اقول لكم تتذكروا قبل كده قلنا نحن طلعنا قلنا تكلمنا انه منو الضرب الكوبري بتاع، كل الناس كانت عارفه الحاجه دي صح ولا صح؟ في ناس كثير نكرتوا، انا طلعت في الميديا وقلت لكم يا اخي ضربات القوات المسلحه مش بيخدم القوات المسلحه، قلنا الكلام ده، لكن هسه انا دار اقول لكم القوات المسلحه ما هي مصلحتها انه كوبري الحلفايه ده الجسر الوحيد اللي ما لا يمكن انه القوات المسلحه تقرب اتجاه، اتضربوا منه من الناحيه الثانيه، ضربته الميليشيا ليه؟ يا اخواننا ده اقول لكم بكل وضوح، بكل وضوح في اختراق للخطط العسكريه، في اختراق عديد كده، في حاجات بتخترق الخطط العسكريه دي اللي هي من ضمنها
معرفه الجنجويد بان القوات ال 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 هي المساله واضحه، لكن انتوا عارفين نفس اللحظه اللي تم اختراقها كان الجيش مفروض يطلع من البحر من درمان يخش بحر يا اخوان. والله انا زي ما اقول لكم، وده بياكد لك تماما انه الجنجويد ما ضربوا الكوبري ده، فجروا الكوبري ده بشغل بتاع الديناميت الكبير ده، فجروا بالكوبري تفجير عشان القوات المسلحه ما تجي خاشه عليهم من الناحيه بتاعت بحري. المساله هنا واضحه، ما داير اثنين ثلاثه، ما داير اي اثنين ثلاثه، لانه بقوا اغليه على مستوى بحري. الحلفايه شنو ما الحلفايه وانت ماشي شمبات، شوف عين الحلفايه فيها جنجويد قليلين، شمبات فيها جنجويد قليلين، عندك حله حمد فيها جنجويد ده قد تكون اتعدم الزاد، حله خوجلي قد يكون اتعدم مره واحده، ركز معي، الضناغله قد يكون اتعدم قليل ما في. اكثر جنجويد يا اخواننا، اكثر جنجويد الان متواجدين وين على مستوى بحر اقول لك، شفت الحلفايه المزارع دي اكثر جنجويد على مستوى منطقه بحر، الحلفايه تحت تحت في المزارع تحت، بالاضافه لشرق النيل ده الجنجويد هنا، شرق النيل ذاته في اقليه قليل جدا جدا في شرق النيل ما في. طيب الضربه الكبرى ده لانه في ضغوطات، ضغوطات قاعد تحصل من اتجاهات معينه، نحن ما دايرين نقول لك ولا دار نطمنك ولا دار كلامي ده، انا بقول لك الحاجه الحاصله وده ما تطمين، دي حقيقه انا بقولها لك، لانه في ناس بقول لك لا ما تطمين. انا بوريك انه الجنجويد ديل ماشيين على زوال، ماشيين على زوال، لكن لا انكر وجودهم الاقليه دي لهم تاثير، لهم تاثير، لانه لو ما كان لهم تاثير كان انت بتقول لي انه ليه القوات المسلحه ما وصلت المكان ده، معناته لهم تاثير. اذا انا بوريك، لكن هم على زوال لانه اصبحوا اقليه، اقليه، فلما يلجؤوا لعمليه بتاعت انه يضربوا الكوبري معناته عارف تماما انه في القوات المسلحه خاشه بحري، وبحري مقصود والله، وبحري الشغل التام من فوقه، شفتوا يا جنجويد لو بالجو لو باي مكان الجيش ايام الجايه دي متوجه الى بحري، كله كده مكبوف في بحري بس بحري. يعني احنا اخواننا ضغطنا على القوات المسلحه، ضغط عديد كده ضغطنا عليها، الناس تعمل شير ولايك، شير ولايك يا اخواننا في كل مكان، ضغطنا عليها على اساس انه تتحرر شنو المنطقه بتاعت بحر وام درمان وتتحرر الخرطوم، على اقل تقدير. على اقل تقدير، لانه التنفيس اللي حصل في مدني انا ما شايف انه حصلت منه فائده حقيقيه لحد اللحظه، في ناس كثيره بيقول لي انا بقول انه اتنفست الخرطوم بمدني، اتنفست لكن ما تحررت. وانا بالنسبه لي شنو يعني تتنفس؟ ما تتنفس، تتحرر الخرطوم. تتحرر طالما انه مدني دي زي ما بقولوا دخلت الميليشيا بتاعت الجنجويد. ضمن يا اخوانا. ده جنجويدي، طيب نديك بلوك بس اختارنا بس يا ولا بخسر فيك ذات، ولا بخسر فيك في الكلام. لانه الجنجويد احنا ذاته ما بنديهم قيمه، جنجويدي ما زول، الجنجويد ما بني ادم، جنجويد ما انسان، ما زول، عشان كده ما بنخسر فيه، تاخذ بلوك بس وتمشي. فالحاجه دي الناس لازم تعرفها، دخولهم وفصلهم للكوبري بياكد لك ما ظلنا نقوله انه الناس دي اخواننا ماشيين على زمن، لكن كمان شغل القوات المسلحه بطيء بطيء. اي والله اي ذو العارف، اي ذو العارف الحج، بطيء بطيء جدا، بطيء جدا القوات المسلحه شغلها بطيء، عشان كده نحن بنضغط عليهم على اساس انهم يشتغلوا، بنضغط عليهم على اساس انهم يشتغلوا على مستوى بحري دي، انهم محتاجين في بحري دي درمان وبحري خرطوم دي اخر وفوقها، لكن بتتحرر، لكن عشان دايرين الناس اللي بيجوا دي يستقروا على اقل تقدير في المنطقتين دي، بيشيلوا لهم من الشيء اللي قاعد يحصل الان من على مستوى الاعلام اللي قاعد يسيء للانسان السوداني وللمكانه بتاعت الانسان السوداني، الكلام ده ما مقبول وقاعدين نقبله ولا بنقبله، انت كان بتقبله بتتكسر نحن ما بنتكسر ولا بنقبله، ولا عندنا حاجه لي زول على الاطلاق، ولا عندنا حاجه لاي كان يحصل ما يحصل، دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه سنار وما يحصل في سنار البيش وكيكه. اول حاجه طيب في مكالمات، في حاجات بتحصل انه البيتش وكيكل باعوا الشغلانيه دي اخوانا، الناس تعمل شير واحد، لاحظوا كلامي ده كويس، انا بقوله لكم الكلام ده، انا بديكم له بالنص
عشان الناس ما تقعد تخط الحي هنا كويس. انه الكلام ده انا بقوله لكم عموما وبوريكم شنو الصح ووريكم شنو ما صح. كيكل والبيش ممكن يبقى كيكل ده زول بايع الشغلاني ممكن، والبيش ذاته ممكن، ممكن ابو شوتال ممكن، الثلاثه ممكن، الثلاثه دي ممكن يكونوا باعوا الشغلانيه دي ممكن، وارد، ما في حاجه موارده، وارد. طيب المعلومه اللي وصلتنا وفي ذول بيتكلم ما عارف اسمه منه تكلم عن انه تقريبا في الميديا تكلم عن الموضوع ده، لكن انا ما حاخد بالكلام اللي قاله في الميديا ده لانه ما قاعد يشيل مصدر من الميديا، لكن حاخد لك بحقيقه انه كيكل ده كان موجود على مستوى مدني. ركز معي كويس في الكلام ده، مين مدني؟ تخيل قطع كم مسافة ووصل لحدي سنجة، ولما ظهر ذاته في سنجة ظهر هو والبيشي في عربية واحدة، صح ولا ما صح؟ أنا طلعت كان عندي تحليل واضح وكلامي كان واضح في إنه الناس ديل ممكن ماشيين إثيوبيا وعندهم قروش، قلت الكلام ده أنا في لايف من اللايفات، وداير يشتروا مرتزقة لأنه عندهم نقص في الذخيرة وعندهم نقص في المرتزقة. الكلام ده انا قلته. انا قلته. ركز. كونه يظهر بكيكل والبيشي في اتجاه واحد ويحسمه ويشيلوا اكبر كميه من المرتزقه على مستوى ولايه الجزيره ويجوا يخشوا بهم سنجه عشان يرمي نفسه في عمليه بتاعت كماشه زي الكماشه دي، انا ما افتكر انه ممكن كيكل ده يكون غبي. لاحظ ده كلام عين انا بديك، ما بتصور انه كيكل ده يكون غبي ولا البيش، صح؟ ما بتصور انه مثلا زول يكون غبي للدرجه دي انه يرمي نفسه في الحته دي. طيب الكلام ده مسنود بانه كيكل ده دخل الميليشيا، جاب الميليشيا كلها، كلامه صح لازم يمشي، جاب الميليشيا كلها دخلها وين؟ على مستوى ولاية السنار، على اساس انه شنو يتحاصروا في النقطه دي. والكلام ده مدعوم بانه مدني، ودي شوف انا 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 بوريك الكلام ده بقوله لك، والحقيقه المتاكد منها الوحيده انه مدني الان ما فوق دعم سريع زي حاكمها عصابه، حاكمينها النيجرس، دي الحقيقه الوحيده اللي بقولها لك من الكلام ده. شوف انه كيك الباع ما باع، انا بوريك انه في تحليل منطقي قاعد يحصل، لكن انا بوريك الحقيقه الوحيده من كلامي ده كله وين؟ انه مدني الان ما فوق دعم سريع، وده بيدعم الكلام انه كيك اللي اتحرك من مدني وساق المرتزقه دي كلهم وشافوهم وين؟ دخلهم هناك. طيب دخلهم هناك، تفتكر انه كيك ده ممكن يكون بايع الشغلاني ده القوات المسلحه؟ الحاجة دي بتخلي الزول يفكر انه الحامية الفلانية مثلا الدالي والمزموم، الدالي والمزموم واللواء كم، فجأة كده بتلقى النازل ما في ولا مقاومة ولا اثنين ثلاثة ولا اثنين ثلاثة ما في. تفتكر انه ده عملية بتاع تكتيك عسكري؟ ولا بالفعل انا النازل محصورين هناك في النقطه دي كده، سنار جبل مويه نيل ابيض ثلاثه محاور، محور وحيد كان لهم الدندر، والحمد لله رب العالمين المشتركه جات كملت الشغل ده، والليله حي الله المشتركه بتحريرها مع القوات المسلحه على مستوى منطقه الدندر تمام، ما خلوا فوقه ولا جنجويتي واحد على مستوى منطقه الدندر. طيب اصبح طريق واحد طريق البودي اثيوبيا، ما واحد من الخيارين، يا بالفعل انه كيكل البيشي وهذا المحتوى اللي اسمه ابو شوتال في نفس المخطط، لانه ابو شوتال الان مشى وين؟ ابو شوتال الان مارك في تشاد، وغيره ممكن يكون مارك ثاني ما جاي ذاته مره واحده ابو شوتال، واحد من الاثنين. انا ما بوريك الحاصل الان، الطريق الواحد اللي هو طريق الدندر، الغابه بتاعت الدندر، صحيح الغابة بتاعت الدندر اللي هو 150 كيلو بيدخلك دول الأراضي الأثيوبية،
من الدندن الغابة دي 150 كيلو بدخلك لحد هناك. طيب هل من هل ممكن يكون انه ده عملية بتاع تكتيك عسكري ام قباء كيكل والبيشي انهم يكونوا قاعدين في عربية واحدة وده بيعتبر نفسه انه قائد لولاية الجزيرة وداري نصه وده حاكم لسنار؟ هل من المنطق انه الاثنين دول يكونوا اغبياء لدرجة انه قاعدين في عربية واحدة في لحظة واحدة، وانه يجي يدخل كيكل القاعد في الجزيرة شايف نفسه انه هو مسيطر وليه هو حاكم الجزيرة، يجي يخش مع البيش ده لحد ما يخش مع الحامية الفاضية الاساسا ما لقوا في اي عملية بتاعت مقاومة، يخش معه لحد جوا ويطلع معه ويصوروا لهم طفل ويطلعهم على مستوى الميديا؟ الكلام ده يا اخواننا الان لو الناس ركزت كويس بتقلي انه حتى اعلام الجنجويت نفسه الان ما مركز شديد على مستوى انه الدندر تحت تحت، بقول لك انه الشغل ده احنا ما دايرينه لانه الشغل ده قالوا وداهم للهلاك. هل ممكن يكون انه ده عملية بتاع تكتيك عسكري الانسحابات اللي حصلت دي، وانه تقوم محرقة للجنجويت على مستوى جروهم من الجزيرة من وين من وين من وين جابوهم لحد المنطقة بتاع السنار دي اللي هي القابة بتاعت الدندر دي؟ هل ممكن يكون ده مفهوم عسكري انه جروا الناس للمنطقة دي على اساس انه تكون نهايتهم في الحتة دي بتاع الجزيرة بتاع السنار، ام ده شغل بتاع مليشة بتاع الجنجويت على اساس انه شنو انها تدخل المنطقة بتاعت سنار وتقطع الطرق الاقتصادية العمليات الاقتصادية بالنسبة لبعض الولايات وتنتهي من الموسم الاقتصادي على اساس انها تفرض شروطها في مسألة التفاوض في مقبل الايام القادمة يكون قصبا عن القوات المسلحة انها تمشي تفاوض؟ كل الحاجات دي يا اخواننا واردة، وكل التفاصيل دي كل التفكير اللي انت ممكن تفكر فوقه ده وارد واضح، لكن الحاجة اللي انا داير اقول لك واللازم شوف انا بوريك ده تحليل بتاع ناس، وفي ناس اصلي انا اتكلمت معاهم حتى عسكريين ذاته بقول له والله الكلام ده اللي عنده بيه معرفه بقول له اللي ما عنده بيه بقول له والله الكلام ده اشبه للحقيقه لكن احنا ما بنأكد المساله دي نسبه 100%، لكن الحاجه اللي انا عرفتها تماما من بعض الضباط انه كيكل ده ممكن يخون الناس يا اخوان، كيكل ممكن يخون الناس. رايكم شنو؟ والله انا الحاجه اللي جبتها من الناس والله كيكل ده كيكل والبيشي وابو شوتر كده راي الناس شنو في المساله دي؟ تفتكروا انه الناس دي بالفعل باعوا؟ خلو معرفتي انا خلوها، لكن انا داير اشوفكم انتم، داير اشوف الناس المتابعين والناس المتابعين الشاهده. تخيل انه الدال والمزموم بتنسحب منها قوه بتخليها سنجزات كده، الكلام ده كده انت فكر فوقه بطريقه هنا. رايكم شنو؟ ولا نخلي الكلام ده للبرهان؟ والله برهان ده بتجي بتقول له يا عمك يا عمك جماعه دي خشوا الحته الفلانيه وغشوا، يا عمك جماعه دي ما ماتوا يوم انتم، يا عمك جماعه دي دخلوا بيجا ما يدخل، ها يا عمك الخطه شنو؟ بل بس الله إذا كلام عمك ذاته يا أخوان. اثنين وسبعين ساعة وبتكشف الكلام ده، إذا فعلا الكلام ده 72 ساعة انا زي ما وريتكم العارف وانا دخله انا بحتفظ بيه لنفسي عشان ما يقول انت قلت، لا انا ما داير اقول العارف انا ده حبيبي محمد انور 72 ساعة بتكشف عن انه الكلام ده اذا كان حقيقي او ما حقيقي. انت عارف الكلام ده لو حقيقي بنسبة 100% انت عارف كده، تخيل انه ممكن يحصل شنو، اوريك المتوقع شنو ممكن يحصل من الحاجه دي. انت عارف الكلام ده لو فعلا تم شغله عبر الاستخبارات ده التكتيك ده، ولاية سنار خالية من الجنجويت، تحرير ولاية الجزيرة، كل الجنجويت، النيل الأبيض دي، مدخل الخرطوم، والله زي ما أقول لك أديك حقيقة طبعا. إذا الكلام الأسي ده حقيقي إنه كيكل والبيشي
انا متاكد انه كيكل بعمله كيكل بيعملها، لكن عملها او لا ما عملها يا ربي ما متاكد. كيكل والبيشي وابو شوطة ولا داير اثنين ثلاثة ولا اثنين ثلاثة. واديك مثال لانه كلام كيكل الاخير ده طلع قال انه دي مؤسسة عسكرية ورقود. انا لما طلعت قلت لكم اقسم بالله كيكل ده راقد رز بيعملها، اكد لك بيعملها. فالايام كفيلة بانها تكشف الواقع الحاصل. حلو، نمشي لقدام، خلونا نشرب مويه. طيب اهلا في الشمال. طيب الكلام اللي حصل ده كله اذا فرضنا انه ده حاصل، المشتركه اول حاجه حياكم الله في كل مكان، لكن انا حقول كلام قلبي وكلامكم انتوا كلام الشعب السوداني للقوات المسلحه او لقياده القوات المسلحه. اي خطه عسكريه يا قياده القوات المسلحه ما بتقتضي حمايه المواطن فاشله، واي قائد عسكري بيضع عمليه استراتيجيه ما دخل فوق حمايه المواطن ولو بنسبه نا ده ما قائد عسكري ولا بيستحق انه يكون قائد عسكري، لان القوات الشعب المسلحه اي في خدمه الشعب السوداني. لما تضع خطه استراتيجيه عسكريه وتكون تمانا بيدفع المواطن او بيموت فوق المواطن يبقى انك انت ما قائد عسكري. والله اقول لك بالواضح انت ما قائد عسكري ولا بتستحق انك تكون قائد عسكري. وهسه الان انا الكلام ده بقوله الفاشل فيها عمليات بتاع تدوين المشتركة الموجودة على مستوى الفاشل بلت الناس دي البل تقيل تقيل لدرجة انه مشى عبد الله جنو ومشى 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 يا حاج. والتحية للمشتركة اللي بيمنع شنو انه نفس الاسلوب ده تستخدمه كقائد عسكري اتجاه المليشة دي، نفس الاسلوب بتاع المشتركة. غالبك ما غالبك استخدم معاهم الاسلوب بتاع المشتركة ده بتنتهي منهم في ايام ايام بتنتهي منهم. لكن لما تضع خطتك، ودي رسالتي للقادة العسكريين ككل، اي خطة عسكرية اتمنى رسالتنا لكم الايام الجاية، اي خطة عسكرية تتوضع كده في الواقع اول حاجة خطوا فوق وتحت حماية المواطن، فوق وتحت حماية المواطن من فوق لتحت، بعدين تاني خطوا الخطة العسكرية الاستراتيجية بالنسبة لكم. الحاصل ده في الفاجر ده المشتركة دي بلتهم في الفاجر وجات بلتهم الليلة في الدندر، كل الناس شاهدت الليلة المشتركة على مستوى الدندر. تحية للمشتركة، والله اشتغلت وكملت الشغل، شغل تقيل على مستوى الدندر. كيفين منكم؟ كيفين جدا جدا منكم؟ ما قصرتوا، اشتغلتوا مع القوات المسلحة دي، قدمتوا الغالي والنفيس، الله يحفظكم. لكن أنا بقول كلام واضح، الليلة الموجودين هنا ديل المفروض الان بيكونوا قاتلوا هناك على اساس انه يستردوا نيالا ويستردوا الجنينه ويستردوا ديل، صح ولا ما صح؟ يقاتلوا في اي مكان، المشتركه تقاتل في اي مكان، لكن انا بقول لك لانه هنا في جيوش ثقيله على مستوى الاسرنار دي، في جيش، في جيش النيل الابيض، في جيش النيل الازرق، في جيش بتاع النهر النيل، في جيش ذاته، في الاسرنار، في مستنفرين، في مقاومه شعبيه. انت محتاج انه القوه بتاعت المشتركه الموجوده تسد بها الفراغات بتاعت الغرب يا قياده، محتاج انك تسد بها الفراغات دي، سد بها الفراغات اللي هناك عشان ما يطلع عبد الواحد يجي بنفس اسلوب. انت عبد الواحد انا جايك طبعا، عبد الواحد نور، عشان ما يطلع عبد الواحد يقول لك يا اخي عشان مساله التدوين العشوائي. انت التدوين قاعد يدوي منو الفاشل؟ ما الماليش بتاعت الجنجبيل. طيب انت عبد الواحد ما توجه رسالتك دي للمليشيا بتاعت الجنجويد، قول لهم يا اخي وقفوا التدوين العشوائي على الفاشر. هم ما بيقدروا يخشوا الفاشر ولا بيقدروا يمشوا على الفاشر على الاطلاق، لكن بيدونوها. الناس ديل قاعدين يدونوا الفاشر من بعيد. فعبد الواحد لما تطلع لك بيان تقول انك انت داير تطلع كل القوات الموجوده هناك على اساس انه انت المحايد ده، اول حاجه دار اديك حاجه عشان ما تجيني بموقفك الجغرافي وكلامك الفارق اللي بتسوي فوق ده. ونحن كده تعال هنا عبد الواحد قول يا لطيف، انت سلسله جبال كاوره اللي اسي انت فوق اتجاه جبل مره دي ذات نفسها كاوره بالنحية الدرجه اللي باتجاه البقاد ليك دي انت ما قادر تحبيها.
قادر تحمل فاجر كيف يعني؟ هو هنا قواتك ذات اللي بتحمل فاشل او بتكون قاعده موجوده على مستوى الفاشل عشان تدخل ضمانك شنو انت عبد الواحد؟ ممكن تسلمها للجنجويد؟ انت متحالف مع الجنجويد؟ نحن نثق فيك كيف؟ كده اذا فرضوا قلنا خلاص اوكي نثق فيك كيف يعني؟ ما انت ممكن تسلمها للجنجويد؟ ما انت عندك اتفاقيات تحالفات مع الميليشيا يعني؟ ما بدليل انه محمد الناير ده مش اتقابل مع الجنجويد اكثر من 6-7 مرات، انت نفسك مشيت له قابلته في الجنيه، ده انت يا عبد الواحد نحن صرنا بنثق فيك انت اساسا، لكن انت على اقل تقدير لو اساسا بني ادم بانخطابك الكبير الكثير ده كان توجهه لقائد ميليشيات الجنجويد يقول له يا اخي وري ناسك ديل انه وقفوا عمليات التدمين العشوائي على منو؟ على احياء الفاشل. ما كان افضل من العبارات بتاعتك دي؟ او كان بامكانك انك انت جبل مره ده، جبل مره ده نحن كلنا عارفين بتاعه هو دي ما مناطق محرره يا عبد الواحد عشان تقدر تسوي عليها، الفاشل دي ما بتطبع لي تحت سيطرتك ولا عندك معها علاقه. انت عندك مواقع معروفه من جبل كاوردو وانت ماشي كده لحد كبكابيه لحد المنطقه بتاعت المدخل بتاعت ولايه وسط دارفور، انت يعتبر الجبل ده تبعا لولايه وسط دارفور زالنجي، انت لو عندك قدره ما تمشي تستعيد زالنجي؟ انت ما تمشي تخش زالنجي؟ يا عبد الواحد زالنجي دي الان مالك ما تكلمت عنها؟ هل أس الآن اللي بتستبيح استباحت الميليشيا بتاعت الجنجويد ودخلتها؟ ليه ما تطالب بزالنجي إنك تحكمها مالك؟ هو ما تطالب بخروجهم يعني دي 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 زالنجي دي تحت حمايتك أنت دي 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 أقرب نقطة ليك أنت. ما بتقدر. ما بتقدر. فعشان كده عليك الله عبد الواحد يا أخي والله العظيم يا أريتك لو ما كتبت كلمة أريتك ما تكلمت على الإطلاق، أريتك لو ما تكلمت يا عبد الواحد. أريتك لو قفلت بوت الدوم ما فتحت قشبة قال مبادرة، قال مبادرة بتاع شنو يا عبد الواحد يا أخي؟ مبادرة شنو هذا اللي بتكلم عنها أنت يا زول؟ ها؟ مبادرة شنو مناطق محررة شنو أنت أساسا ما جيت؟ أنت عندك كم سنة ما جيت خاشي؟ أنت كم سنة؟ والله مشياتي أنا اللي جبل مرة أكثر من وجودك أنت اللي قعدته طيلة الفترة الزمنية الطبيعية، فمشياتي أنا ده اللي جبل مرة ده المشيات اللي أنا مشيت اللي اتجاهت جبل مرة دي أكثر من معرفتك أنت بجبل مرة ذاته. هذا رايت حياتك كلها مقضيها بالرياح، ما مناطق محرره وولدك وتستنبط تستعبط علينا قصتك دي عليك اللي خلينا منه وشغلك الفارغ ده خلينا المنظمات والكلام الفارغ ده خلينا منه، ابقى راجل يا زول الان الناس دي بيستبيحوا في اهلك وبيعملوا يفعلوا، المفروض تكون بني ادم حقيقي وراجل حقيقي تقف مع الناس دي في الميادين، خليني من كلامك الفارغ انجز لك موقف، ده موقف الرجال الان يا هم دي اللي انا الرجال في المشتركه والتحيه ما وقفوا معاك ديل لناسها وتار جدا جدا من كارجيكولا، كارجيكولا ده ما خالف تعليماتك الان ده واقف مع الرجال هناك، اريتك تبقى زيه، اريتك تبقى زيه وتعالى جيب وقفه حقيقيه، بلاش كلام فارغ، قال قواتنا قال خلوها، قواتك في قواتك بتاع شنو يا عبد الواحد يا اخي بطل امورك دي يا زلمة، بطل امورك دي يا عبد الواحد، خليك زول عندك مبدا يا اخي للتاريخ يا زلمة، انت عمرك كم سنه يا زلمة، تعيش كم يا زلمة، يوم واحد تعالى تخلي الشعب ده يتكلم يقول انه هاي في الفعل انه ده لكن ما اساسا انت تعودت على الحاجه دي تعودت عليها فما في حاجه زي دي يا عبد الواحد فعشان ما ندي فرقه لهذا الجنجويتي ده عشان ما ندي فرقه لهذا الجنجويتي ولعبد الواحد ده تحديدا عشان ما ندي فرقه عشان كده انا بقول للمشترك انه نحن محتاجين للناس دي يكونوا يداهموا الناس دي على مستوى ولايه دارفور المختلفه في عمليه بتاعه تحرير دارفور زي ما اتقفل الطريق بتاع الفاشر الطريق بتاع الجنينه ده عفوا الطريق بتاع تشاد الحمد لله سبحانه وتعالى كبيره نسبه كبيره جدا جدا اتقفل فالحياه الصغيره صغيره لان الحياه واضحه ثاني ما بقت ما بتطلع يا اخواننا بل بالجزئيه دي حفظ الله الوطن العزيز السودان حفظكم الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظكم وربنا يحفظنا وربنا يحفظ السودان ويبعد مننا هذه الميليشيا المتمرده القاتله ما دايرين نطيل الكلام ما دايرين نتكلم كثير لانه خلاص وصلنا لختام الحلقه لكن ان شاء الله ما حننقطع ان شاء الله حنكون متواصلين معكم وإن شاء الله حنوريكم التفاصيل القادمة والسيناريوهات المحتملة في العمل العسكري وفي الخطط الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى الله يحفظكم كونوا بخير وابقوا طيبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما تنسوا الشير واللايك للبس شير ولايك في كل مكان للبس شير ولايك لللايف ده في كل مكان في صفحتك في الجروبات السلام عليكم